بحبك يا صاحبي يا مسيح، بحبك يا صاحبي يا مصر. ست تريزا وعم بشاي عزموني على حفلة شاي. يا بركة دعاكي يما. مساء الخير متابعي الكرام، متابعي شوف الكرام اللي عندنا شايفين معانا على حفلة شاي. عم بشاي كان لسه مقدس ومعلق في رقبته صليب، مش فلوس، ومعلق في رقبته صليب. رحت الحفلة عطوني ملبس والبتيكور والشاي بحليب. ست تريزا طيبة خالص وبتحلق شعرها جرسون، عندها ابن مؤدب خالص دكتور بيطري واسمه ليمون. كان في التختة بيقعد جنبي، كان في الماتش بيلعب دور. جيت في مرة بطحته في راسه غصب عني واحنا عيال، شدوا ابويا واخدوا في حضني وخدوا طار على الاستقبال. ليمون صاحبي كان ياخد العادة ويعلق على بابه فانوس. بعد الصلاة بنروح نتمرجح، عم بشاي يدينا فلوس. ست تريزا تبني الترمس وتاخدني مع مينا وتدرس عند العدرا في عيد الخوص. ست الحجة تطفي باجورها، تغرف صحن وتجري تزورها، وتطبطب على كتفي تقولي شوف وصانا رسولنا ازاي. ست تريزا وعم بشاي عزموني على حفلة شاي. بحبك يا صاحبي يا مسيح. احنا النهارده هنا عند اميرة الذهب، الذهب الصيني، جايين نعرف الذهب الصيني. عرفينا بقى الذهب الصيني وانواعه كلها. النهارده احنا عاملين اوبن داي. انت جاي تشتري؟ جاي تشتري منك؟ انا طبعا كل حاجة من عندها حاجات دي، وانا حاجتي برضه من عندها. الحاجات دي قاعدينها 3 شهور في ايدي وما غيرتش لون ولا اي حاجه، وبرفان وميه وكل حاجه. وبرضه الطقم كله موجود من عندها. حلق ده قاعدينه كتير بقى، ده فوق ال ما لازم اقول كلمه 5 شهور او 6 شهور زي ما هو، ما غيرش لون. فين شايفكم 150 بقى؟ 150 ممكن ناخد حلق وسلسله زي دول ودبلة واي خاتم من دول 150 جنيه. خاتم ودبلة وحلق وسلسلة 150 جنيه. ترمي بقى على الذهب الصيني اللي عندك وحطها بقى في علبة زي دي كده شيك كده، هتبقى حلوة، تبقى دبلة حلوة، شبكة حلوة كده. وبنحط الحلقة هنا. عرفينا بنفسك واحنا موجودين فين النهارده؟ انا اميره الذهب الصيني، ده اسم الشهره بتاعي هنا في كوبري الخيمه. اسمي الحقيقي اميره. لسانس حقوق جامعه عين شمس. ابتديت يعني حقوق اصلا، مالكيش علاقه بالذهب ولا؟ وقبل الاونلاين برده ما كانش ليا علاقه ولا وراثه ولا اي حاجه. لا ما اشتغلتش في المحاماه خالص. فتحت حضانه صغيره كده واتقفلت وقت الكورونا، وبعديها ابتديت ابيع اونلاين بقى على النت. عملت جروب صغير ابتدى الحمد لله يكبر، صحابي دخلوني ناس، ابتديت اتعرف على العملاء وبقينا صحاب، يدخلوا لي قرايبهم صحابهم ويجربوا الحاجات بتاعتي. ولما ان شاء الله، لما الحمد لله الشغل بتاعي سمع ان انا بجيب خامات كويسه، ابتديت بقى اجيب كميات اكبر. كلمينا بقى على الذهب اللي عندك. كلمينا على الذهب اللي عندك. عندي دبله، اي دبله من دول ب 30 جنيه. دي مقاسات صغيره، عندي مقاس اكبر زي ده كده بس فرق الحجم. دي اكبر دبله عندي ب 50 جنيه. عندي خواتم زي دي، اي خاتم من دول ب 35 جنيه زي اللي انا لابسه ده. عندي كوينز زي ده ب 150 جنيه. اي غويشه من دول ب 75 جنيه. عندي اشكال كتير ومقاسات كتير. عندي اطقم بقى حاجات كتير، في حاجات زي كده انا اللي بطقمها، تنفع هديه وتنفع خطوبه. يعني حاجه زي كده ممكن مع دبله هديه شيك وبسيطه اهي. دبله وحلق وسلسله دول كده ب 180 جنيه، يعني مش مكمله 200 جنيه. الناس بتيجي تشتري من عندك شبكه بجد ولا شايفه الموضوع لا؟ اول ما ابتديت خالص الموضوع ده، موضوع الذهب الصيني، لما فتحت المحل جالي عروسه وعريس خدوا مني شبكه. وبعد كده الشهر ده لما عملت فيديو ان انا فعلا بقيت اطلع شبكه وبقيت اوظف بقى، لما لقيت ان هم فعلا عايزين شبكه بقيت اوظف واجمع. يعني انت عملت مبادره؟ انا عملت مبادره، بس هم بصراحه كانوا اصحاب الفكره، يعني مش انا صاحبه الفكره، يعني ما قلتش لحد تعالى خد من عندي. انا لقيت حد جاي عايز شبكه فقلت طب والله هم يعني انا هم اللي شجعوني ان انا اعمل موضوع المبادره بتاعت الشبكه الصيني دي. قلت ليه لا، كده كده احنا مش محتاجين اكتر من كده. ودهب. ودهب. بس انا بقى عايز اسالك سؤال، لو بنت حضرتك تقدم لها حد وقال لي انا هجيب دهب صيني بس حقها محفوظ، هيتكتب حقها الشيكات وكده، يعني هوافق؟ ومامتها لابسه صيني.
يعني هتوقف وش؟ اه طبعا هوافق، وخاصة ان انا هيبقى ليا نظرة اكتر منها في الشخص ده، لو انا شايفة ان الشخص ده فعلا يستاهلها وان هو هيحافظ عليها طبعا هوافق. يعني شايفة الدهب شكليات؟ اه طبعا كل حاجة في الدنيا شكليات. يعني انا حتى العفش، انا بشوف في ناس بتكلف نفسها بتجيب عفش بمبالغ رهيبة، لا احنا ممكن اللي يخليني اجيب عفش بمبلغ كبير ممكن ان انا الم الدنيا شويه، ما حدش هيجي يقول لي وريني فاتوره العفش بتاعك شكله عامل ازاي. كل الموضوع هي شكليات، ممكن يبقى عندي بلوفر انا جايباه من الوكاله ب 100 جنيه بجيبه من محل عشان هو بس براند ومش كده بجيبه ب 1000 جنيه. بس هي الذهب برده حق العروسه، برده ليها حق، ما منكرش دي ليها حق. يعني شكليات هي الفكره، المهر ده الرسول وصى كده، ان احنا عليه افضل الصلاه والسلام. الرسول وصى، الرسول ما وصاش بشبكه ب 100000 جنيه، الرسول وصى بالمودة وبالرحمة ما بيننا. لا بس يعني المهر ده حق، حق الزوج. هو المهر اصلا المفروض ان هو ما بيتدفعش، اللي هو المؤخر للصداء اللي بيبقى في القسيمة، هو ده مهر المرأة. فهو الزوج عليه يعني يدين بيه طول ما هو فقد، مش مجرد ان هو يطلعها يديها للمؤخر بتاعها. يعني زي لو انا مكتوب لي 10000 جنيه مؤخر، هو المفروض يسدد ان الدين ده عليه على مدار حياته معاه. عايزين بقى ارخص، بقى ارخص حاجة واغلى حاجة عندي. ارخص حاجة عندي الحلقة اللي ب 20 جنيه، احنا اصلا بنبتدي من اول 20. الان ب 20 جنيه طبعا بتعيش الان. اه طبعا، ما هي وريت لحضرتك في اول الفيديو ان الحلقة في ودنها بقى له 6 شهور او 5. لو عايزين نعمل تيست كده بنعمله ازاي؟ لو تيست، لا ما فيش حاجة عندي يعني ان هي تقشر كده، ده اكتر حاجة ممكن اعملها ان انا اعمل كده، هو ما بيقشرش. برضه في ناس بتبيع الذهب عادي على اساس انه ذهب صيني. انا كأميرة الذهب الصيني بقول التست عندي تجربه، البسي وجربي وخرجي بيه ونامي بيه واستحمي بيه، ولو غير لون بتاعي. بس حتى بعد الاستعمال بتاعي. اه حتى بعد الاستعمال لو في فتره، بس مش بعد سنه مثلا، مش بعد 6 شهور، يعني بعد ممكن يغير منها بعد 3 شهور، دي اقرب مده ذهب صيني يغير. بس بتبقى حسب البشره وحسب الاستخدام، يعني انا ما اجيش كل يوم اصحى ارش برفم فلونه هيغير بسرعه فتيجي تقولي ده غير، طب ما طبيعي يغير. عندك حاجه تانية بقى؟ عندي حاجات كتير، عندي شايف حاجه جدوى، عندي انسيالات دي كلها صناعه مصريه، وانسيالات دي صناعه مصريه مش استيراد. دهب مصري مش صيني بقى؟ دهب مصري، ده مصنع مصري. امال دهب الصيني ليه؟ اه مش هينفع اقول اسمه عشان ما يبقاش دعايه للمصنع، بس ده صناعه مصريه وده صناعه مصريه. اما في وفي شركات كتير قوي مصريه بقت تعمل صيني ماتيريال عاليه قوي. طب لسه مو دهب الصيني، ممكن دهب مصري، دهب عادي. عشان اول ما عرفناه عرفناه استيراد من الصين. ده الفكره كده. اه دي فكرته. لكن هو دلوقتي في مصانع مصريه انا بشتري منها، حاسه ان هي بتعمل بجوده اعلى من المستورد بكتير. هو نفس لمعه الدهب بالظبط، يعني ده ميه دهب مطلوب، حديد ميه معدن، حاجات مطليه، وفي حاجات بتبقى واخده الرش بتاعها بيبقى لونه ثباته عالي. بتعرف ازاي المطليه ومن الرش؟ مستلس مش صيني، لمعتها زي الذهب بالظبط. وبعدين الذهب اصلا دلوقتي بقى داخل فيه كل الالوان دي، يعني هنقول ان ده اكسسوار، مفيش ذهب ملون، لا في ذهب ملون كده، في ذهب ملون كده، والفصوص دي كلها نازله في الذهب. الفصوص الالوان دي نازله في الذهب برضو. كل ده نازل في الذهب، كل البلغاري والفريزاتشي والحاجات الماركات دي كلها موجوده في الذهب دلوقتي. الحاجات اللي هي دي موجوده في الذهب ده اللي هو الذهب ابيض. اه انا في ناس بتجيب لي اشكال لاسود وتعابين ونمور وحاجات وعايزين زيها بالظبط صيني. فاللي بقدر ان انا اجيبه لهم بجيبه لهم، اللي مش بقدر بستنى لما بينزل. حابه بقى توجهي نصيحه لاي حد عايز يشتري ذهب صيني ومكسوف، او يعني مفيش حاجه اسمها مكسوف، انا اهم حاجه عندي يبقى شكلي كويس. انا عشان يبقى شكلي كويس محتاجه البس قطعه كويسه، مش شرط هي بكام، ان هي لايقه عليا، مش شرط هي موضه ولا هي مش موضه، قطعه لايقه عليا كست بقى بتحليها انك بتلبسي عليها سكارف كويس، قطعه اكسسوار كويسه، بتلبسي عليها شنطه كويسه، بتكملي الشكل في مظهرك بحاجه كويسه. هي بكام بقى دي انا مش معاها خالص، مش معاها هي فكره بكام، مع فكره انا شكلي ايه وانا لابسه. شكرا.